اجا وشكايت انا بالضبط شنو بالضبط تقدمت للجامعه التونسيه من قبل عدد من الاحباء نتاع الثيابية احتجاجا على الهيئه التسييريه اللي تم وضعها من قبل رئيس النادي عبد السلام السعداني. هل هي قانونيه ام لا؟ التفاصيل الكل باش ناخذوها على العريضه هذه من عند واحد من الناس اللي تقدمت للجامعه التونسيه اليوم. كانت تقدمت العريضه هذه محمد سفير، اكيد معروف وسط احباء الثيابية، صاحب عدد البادرات منهم بادرة اللي لموا 70 مليون من قبل احباء تقدمت بريمات للملاعبيه، كذلك بادره الاحتجاجات اللي تقدمت والعريضه اللي وقعوا عليها احباء الثيابية. معنا بالتليفون محمد سفير من فرنسا. محمد اهلا بك. وبيك عايش خويا. مرحبا بك. ربي يبارك لكم، مالي ديما تساندونا انتم توصلونا في شغل صوتنا. هذا واجب. انا محب من محبين فنادي بنزرتي، انا فيكم تو من ميلانو. مرحبا بك. وانا من الناس اللي رانا لمينا سندنا في اللمه نتاع البريم تاع الجوارات من ناحيه الانتصار وفي العريضه، وتو عودنا عملنا عريضه اخرى خاطر راهو في حاجات يعني اللي هي مش معقوله قاعده تصير في الجمعيه، وغايضنا حاجه جمعيه برشا زاد راهو. هيئة التسهيل حتى السعيداني ما عنده حتى صفة قانونية وما عطاه حتى صلاحية نتاع مضى، يعني ديما الكلمة الأخرى نتاعو هو، وباش يقعد هو يسير بالسكايب، اللي احنا هذايا ما عادش مساعدتنا كجمهور. وزيد هو أعلن على عجز المالي نتاع 15 مليار وعنده ثلاثة سنوات من غير تقرير مالي، يعني حاجات اللي هي ما حتى الجمهور ما يرضى بها. شنو هي قراءتكم انتم؟ علاش انتم قدمتوا اليوم العريض؟ علاش قلتوا اللي هو ما سبقوا حسن النية؟ هو دعا للانتخابات باش تكون ظهر لي بعض الهيئة التسييرية، هذه مهمتها الاعداد باش تكون للانتخابات، علاش ما تستناوش شوية وبعد كل تشد اختها باش يخرج عبد السلام السعدان؟ ولا؟ شنو باش نستناه؟ إذا كان هو الخطوة اللي عملها ماهيش قانونية. هو الهيئة التسييرية حتى هذه باش يبرد بها الجمهور، باش يربح بها الوقت، باش ياخذ بها المنح اللي هي راهي كل حركته كل واضحة راهو. هو يقول يقول منح شنو الولايه ولا منح شنو؟ هي ما عندها ستير ولا سيمونتيري، هي واقفه عند الوالي ما حبش يعطيها، قال لهم حتى توضح الرؤيه شكون باش يشد شكون ما يشدش. يقول هو عنده الحق، واحنا بينا الجمهور برشا مرات قلنا له خلي كل شيء ويقف حتى توضح الرؤيه شكون باش يشد، اللي باش يشد هو اللي باش الناس تكون تتكلم وتقف معاه. دونك مشيتوا للجامعه اليوم؟ مشينا للجامعه وطلبنا الجامعه باش تتحرك، خاطر جا قدمنا عريضه ونستنوا في الرد. وحتى رئيس الجامعة آخر مرة جاء بنزرت ووعدنا اللي باش يصير لوديت وعمل لوديت الجمعيات الآخرين وإحنا مازال ما عملنا حتى شيء. باهي، شكون مشى للجامعة قدم عريضة اليوم؟ كيفاش تم استقبالكم؟ هل تم استلام عريضة؟ فما وعود بإجابتكم؟ المحامي حضر لنا كل شيء، فما شكون مشى من المحبين هو اللي قدمها، لكن كل شيء بالمحامي وبالقانون قاعدين نعملوا فيه. فما تفاعل معنا من الجامعة، شنو حكيوا معاه؟ والله حد الان مازلنا ما جانا حتى جواب هكاك اللي يبشر بالخير، وان شاء الله احنا ديجا يعني قاعدين الجمهور قاعدين نتفاهموا الوقفه الاحتجاجيه جايه ان شاء الله قدام الجامعه بحول الله. ماناش باش نرخوا باش نوصلوا صوتنا اقصى ما نقدروا. باهي، عبد السلام السعداني باش يكون دعا الانتخابات هو باش تكون ان شاء الله بعد الهيئه التسييريه. لا ما شيء، مازال ما قدمش استقالته، وكيفاش انتخاباته ما قدمش استقالته. يعني ديما نفس البعبوكه والسيناريو هو بيدو. اي مش لازم يقدم استقالته، مش لازم يقدم استقالته باش يدعو جلسه عامه انتخابيه. حتى بطاقات الانخراط مازال ما حلش بطاقات الانخراط، حتى في الجامعه ما فهم حتى شيء، مطلوب الجامعه ما هي على علم حتى شيء، ما احنا العريضه اللي صحتناها علاش؟ وما حتى اللي حطهم هما اخر مره دخل اللي حطوا يعني السيد مقداد ودخل قال تو ماناش فاهمين، يعني كل مره يقول كلام سعيدين. يعني حد الان ما فما حد شيء اوفيسيال، راهي الكل تضيع وقت وما فما شيء اوفيسيال، كله كلام وكاو. هو كل يوم عنده راي، هو ما يقولش يقدم استقالته، وبعد يعاود يتراجع، وبعد يقول اعطيني مليار نسيبها، يعني هو تقولش يبيع فونت كوميرس. هو كل يوم حتى الجمهور ما عادش عندنا مصداقيه، ما عادش نصدقوا كلامه، تو باش يقولوا اليوم وغدوه يقول كلام اخر، تو يتدخل في الاعلام يقول كلام، وبعد يعاود ترفع لي يفعل كلام اخر. هو نشط برشا على صفحات التواصل الاجتماعي، اخر مره قال يحب مليار باش يرجع فلوس اللي يدفعها. وقبل قالنا شو نسيبها ومليش، هو ديجا كلامه هو احنا ديما نقولوا له اخسروا فارق اللي هو قالوا المغربيه، هو ما يحبش لا يخسر لا يفارق ولا يحب يجيب التقرير المالي يتحاسب ويفارق، هي كان عنده حق ياخذ حقه. جمعيه كما الثيابية يعني تاريخ عمرها قريب 100 سنه وتوا ثلاث سنين التقرير المالي ما حضرش، والجامعه اللي تلزم الجمعيات الكل كل عام باش يحضروا التقرير المالي قبل ما تبدا البطوله التو زاد كيف يعني ما فما حتى تحركات من حتى جهه، يعني ديجا ياسر حاجات قاعده تصير ماهيش عاديه. شنو مطالبكم اليوم محمد؟
احنا طلبتهم تاني تبقوا قانون يحضر تقرير مالي سير اوديت محاسبه وهذا اللي عنده حق ياخو حقه. واضح. اذا كان يخرج اليوم عبد السلام السعداني فماش بديل لحد انت خرج عبد السلام قبل وما تقدم حد حوالي البديل موجود. هذا اكثر غنيه غنيوا فيها الناس اللي قراب وليه اللي هما اربع كعبات اللي مازالوا يدافعوا عليه ديما قلنا فماشي بديل بحوالي بزرت برجاله مستحيل بزرت باش تقعد من غير بديل. احنا اربع من الناس يكون في بزرت اللي قاعدين ندافعوا على الجمعيه كي كان لازم نبيعوا رزقنا ديارنا ونشدوا احنا بثيابين يعني هذه بديل راهي غنيه ما عادش يسمعها حتى حد. اي مش غنيه هي محمد تو يقول انت تصدق تو بزرت كامله ما نلقاوش شكون شد الثيابين تصدقها انت يعني هذاك شو تقول يعني حقرنا تقول احنا صغروا فينا يعني هذا تو استفزاز يعمل فيه ديما هو يعني استفزاز هذا احنا ما عادش تو ما عادش يوجع لنا حتى شيء ما عادش يحرك لنا حتى شعره. محمد عاش برجاله رب الحق. اي اكيد هذا ما تشكوش فيه اكيد وعاش سالته سؤال خاطر خرج عبد السلام قبل وما تقدم حد ولا دعا لصعام يعني انتخابات. هو عبد السلام فاش قاعد يعطي للثيابين فاش يزيد؟ قاعد يلموا في البريم كل شيء يلموا فيه احنا. بغض النظر يعني عن النقطة هذه، جاوبني عن النقطة اللي قلتها لك، هو خرج عبد السلام قبل وما تقدم حد. وين قلت رجال بنزرت وقت؟ قبل ما خرج قبل عمل نفس الفاز اللي عملها تو. دعا لصعام انتخابية ما تقدم حد. الفاج نتاعو في الكمبيوتر على الفاج نتاعو فيها طابعة نتاع الثيابين لكن ما صباش في الجامعة، ما فما حتى ماهيش اوفيسيال هذيك. هذيك جلسة قاعد يجلس في النبض. وبالعاني باش يعاون نفس الحكايه كيما تو فماشي بديل واحنا العباد في بنزرت اللي تشقبوا للسيري واللي يشدوا ماهمش كيفي انا محب انا نرمي روحي ونخرج فيها العيوب السبعه انا محب ديما نقعد محب وما نرخش وما نوخرش ما تدرت علي حتى شعره الناس هذوك محترمين وعاقلين ويتاصلوا كي هو يمسهم كلمتين يجرحهم ويطلع فيهم دعايات اللي عائلتهم الكل قولهم وخروا وراهم الشريك هذا مش نتاعنا باش يهربوا العباد باش يرخوا يعني باش يهرب الناس هو طريق يعني فيها باش يهرب بها العباد واحنا نعرفوا العباد اللي هي راه تحب تتقدم وانا شخصيا حاكمه برشا رجال بنزرت اللي قالوا لي راهو كي تنظاف الثيابين احنا رانا نقدموا رانا ما لوحوش جمعيتنا انا نحكي معك راني انسان خاف ربي وكل اللي يقول يعني يقول كان حق راني ما ندافع على حد ما عندي حتى غايه لا سياسيه لا كرسي لا حتى شيء الحمد لله يعني انا محب غيور على الثيابين هذا الهدف نتاعي. شكون رايكم محمد؟ والله ورانا احنا شعار السي بي احنا ورانا حتى حد احنا الجمهور هذاك على هيك برشا عباد ما يصدقوش يقولوا شكون وراكم جوستومون على سالتك السؤال خاطر يقول ما فماش دخان ما غير نار معناها حتى عبد السلام يقولها فما شكون قاعد يحرك فيكم هو يحب يفك السي بي شكون يحرك فينا يا اخي احنا شكون نحبوا نحبوا السي بي تحرك فينا السي بي كي راه جمعيتي انا ما شكون قالنا برا ولموا الفلوس يا اخي جاتنا حاجه سبونتاني من عندنا شكون قالنا برا نمشيو نعملوا العريضه حاجه سبونتاني يا اخي احنا ما عندناش عيين مراوش عندنا جمعيه يخرج رئيس يقول 15 مليار عز مالي ونرحبوا على السقوط كل عام وما تكونش يحركنا باش فما عباد يقرصوا فينا عندنا عينين راهو تبعوا في جمعيتنا احنا. يعني شيء واضح هذايا يا اخي شكون قال لنا اللي راهي الجامعه مطفي عليه الضوء ودرا قداش عنده من عام يا اخي هذا فما عباد لازم تقول لنا باش نتكلموا واحنا راهو تبارك الله انا عمري 48 سنه يعني 30 سنه غربه نعيش في ميلان وانا مانيش انسان انا باش يقول لي العباد شنو ما نعملش انا نحب جمعيتي ونعرف شنو هو الحاجات المعقوله ومش معقوله وهو شكون يقوله في التلفزه اخرج وسب الجمهور ولا الكلام اللي قالوا على ثلاثه بارتيات الاخرى احنا جواريد جمهور لموا ومرمدين وسلخنا وجونا ل 170 مليون وبارتي بن قردين الجمهور عطينا البريم احنا مش هو عطى البريم هو ما وعدهمش وما عطاهمش هو ما عندوش فلوس باش يعطي واحنا عندنا جواريد اجانب في بنزرت يحبوا يروحوا لبلادهم مليون ونص قالوا اعطينا باش يقصوا لهم السكه قالوا ما عنديش فلوس هو قال ما نعطيكمش بريم ما عندوش فلوس البريم لمينا احنا البريم مش هو هو قال ماتش بن قردين ما كانش فيه بريم إذا جبت وين؟ من عنده هو ما فيش بريم من عنده هو خاطر ما عندوش فلوس يعطي البريم، لكن احنا الجمهور وعدناه بالبريم عطيناهم البريم، احنا الجمهور عطينا 23 مليون بارتي بن قردين، وكمل الولي عطانا 15 مليون، يعني الجمهور اي جمهور مش عارف اللي هو الشافك شوف يحكي معنا احنا في الجمهور، تو احنا نقولوا شكون عطى البريم مش هو عطاه. وهو قاعد يلعب في اللعبه نتاع الارض المحروقه، هو عارف روحه يمته الاخره، يقول يحب يتشمت فينا خاطر هي الجمعيه عمره ما يقول كلام كيما هذاك شي يتشمت في جمعيته. وزيد وقت اللي حكى في الحاله هذه برا شوف هو في وعي ولا مش في وعي احنا كجمهور احنا راه نلموا في الفلوس واحنا قاعدين ندافعوا على جمعيتنا واذا كان هو شي يقول كلام باهي محترم يسمعوه يقول كلام يعني مش معقول احنا رانا ما نسمعوش. محمد تعتبر اليوم عبد السلام السعداني يحب يقرا السي بي؟ هذا اذا كان اللي عامله هذاك هو في وعيه هو راه هذاك نيته خيانه معناها اتهام خطير بالخيانه من رئيس جمعيه خاطر ما تجيش لا خاطر الكلام اللي قالوا انا مش كلام صحيح وكلام ما يجيش ومش كلام تاع الجمعيه احنا ما نستعرفوش بيه. هو حتى الملعب التونسي كان هابط بلاغ ظهر لي
على الكلام احنا ملعب تونس اخوتنا هذوكم وغاضنا حالهم في سقطوا لكن على غالب يعني وهذيك كره واضح. باهي تحب تضيف حاجه محمد؟ قول لي. لا انا اذا كان عندك اسالني يجوز. واضح يعطيك الصحه. شكرا لك محمد سفير على كل هذه التفاصيل اللي تتابعها بخصوص الاحتجاج اللي تقدم اليوم للجامعه التونسيه من قبل عدد من احباء السيابي بخصوص تعيين الهيئه التسييريه اعتبارها هيئه غير قانونيه في السيابي. موزيكا ثم مكملين في فير بلاي بعد شويه اخر جزء من حصتنا اليوم باش يكون معنا اكيد باش نحكيو على السيابي باش نحكيو كنا نحكيو على السيابي باش يكونوا بعد شويه اخر جزء من حصتنا اليوم.